بداية الدوري والموسم الجديد كلمنا عنه بقى. اكيد طبعا بدايه الموسم بتبقى لكل نادي له طموح، وبتبقى بدايات مهمه جدا لكل الفرق، وكل فرقه بتبقى يعني على اعلى مستوى من التجهيزات، ان الموسم بيبقى طويل جدا، وخاصه الفرق الكبيره زي النادي الاهلي بيبقى داخل بطولات كتير جدا. طبعا بتبقى بدايه كويسه، طبعا لازم يهتموا ببدايه الموسم زي ما بيقولوا كده، ان دي بتدي دفعه لبقيه الماتشات. يعني طيب بداية موسم جديد ومعسكر في النمسا، وشفنا الأجواء قد إيه كانت حلوة واستقرار الحمد لله، يعني يمسك الخشب لنادي الأهلي على كافة الأصعدة ومستر كولر بيتجدد له، يعني في حاجات كتير قوي. الموسم اللي جاي ده أنا أعتقد إن هو أصعب من اللي فات. اكيد طبعا، ان هو السنه الموسم اللي فات اتعمل يعني انجاز كبير جدا، بطولات كتير جدا، الحمد لله عندنا استقرار كويس جدا على المستوى الاداري، الطموح عالي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه للاداره وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني. اكيد الناس كلها دلوقتي بتطالب بحاجه احسن من السنه اللي فاتت، وده النادي الاهلي ودايما معودنا ان هو دايما بيبص للاحسن، والحاجات السنه اللي فاتت اتحققت خلاص، دي بتبقى بالنسبه حاجه تاريخ، يعني بقت خلاص بالنسبه تاريخ، بيبصوا اللي بعد كده. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طبعا هم عملوا استعداد كويس جدا في النمسا، وموفقين ان شاء الله في الماتش السوبر اللي جاي ان شاء الله. انا ليه سالتك ده؟ لانه اكيد السيزون ده انت حققت السيزون اللي فات كل حاجه، فمفيش حد بيفضل يحقق كل حاجه مدى الحياه، فيعني المقارنه ما بين السيزون اللي فات والسيزون اللي جاي والتدعيمات والامور دي كلها انت برضو شايفها ازاي؟ اكيد السنه دي في تدعيمات كويسه جدا، وفي لعيبه كانت مصابه رجعت، المنافسه بتزيد بينهم وبين بعض، بس في الاخر هي كوره ورياضه، كل واحد بياخد بالاسباب وبيعمل اللي عليه، وكل واحد بيتمنى ان هو يبقى الاحسن بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني ومجلس اداره. طبعا بيبصوا الحاجه الاعلى، والسنه دي في بطوله جديده، بطوله اللي هي الدوري الافريقي، ان شاء الله النادي يحققها ويكون اول نادي يحقق البطوله دي، ونتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب اتحاد العاصمه والسوبر الافريقي، يعني اكيد مباراه في افتتاح موسم وهي بطوله في نفس الوقت، يعني شايف المباراه درجه صعوبتها قد ايه؟ هي طبعا اي مباراه يعني بتبقى 90 دقيقه او 120 دقيقه ببطوله، دي بتبقى صعبه شويه، يعني مش زي الدوري ممكن لو في اوقات ما فيش توفيق ممكن في خلال بقيه الماتشات، الدوري بيبقى طويل تقدر تحقق بطوله، لكن الماتشات اللي هي بتبقى البطوله ماتش واحد تبقى صعبه جدا، بيبقى اكيد اللعيبه بتبقى عارفه ومقسمه الوقت زي المدير الفني بالظبط، بيقسم وقته وعارف في كل وقت بيحصل تدخلات او بيحصل تغييرات في اللعيبه. ماتش صعب، وان شاء الله يحققوا البطوله، وهو النادي الاهلي دايما ولاعيبه النادي الاهلي بتبان في الاوقات الصعبه. يعني طبعا مش عايز اطول عليك والله، بس انت فاهم طبعا وليد سليمان معانا لازم ناخد كل حاجه. الصفقات الرسميه حتى الان رايك فيها؟ اكيد طبعا حاجه هتبقى اضافه، يعني اي حد كل اللعيبه اكيد، يعني لو هي مش اضافه ما حدش هيفكر فيها، لكن اضافه ونتمنى التوفيق. لكن لحد دلوقتي احنا بنقول لعيبه هتبقى اضافه، لكن على ارض الواقع لسه ما شفناش حاجه. نتمنى لهم التوفيق، ويعني تيشيرت النادي الاهلي تقيل، اتمنى من كل اي من اي لاعب يعني يتمنى ويقدر تيشيرت النادي الاهلي ويبذل اقصى جهد عنده ويظهر بمستوى كويس ان شاء الله. طيب اوعدك ان هو هيحاول يكون اخر سؤال. القرعه، مباريات الاهلي والزمالك دايما الناس بتشوف بتبقى منتظره تشوف القرعه، اهلي والزمالك في بدايه الموسم او ولا في النص ولا في الاخر، يعني تتمنى بقى القرعه. اتمنى هي طبعا في الاول والاخر كل الناس فعلا زي ما انت قلت بيستنوا ماتشات اهلي والزمالك، دي ماتشات قمه، دي ماتشات بطوله لوحدها بعيد عن الدوري وبعيد عن قرعه الدوري، لكن هي في الاول والاخر دي قرعه، يعني زي ما نشوف هتتحط فين، بس في الاخر اول في الاخر الاهلي هيلعب الزمالك، يعني لو في البدايه او في الاخر كده كده هيلعبوا بعض. يعني فاصلة مثلا في موسم، يعني فاصلة في تحديد البطل أكيد أكيد طبعا، بس دي طبعا في علم الغيب بقى في القرعة. جمهور النادي الأهلي طبعا يعني بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي بالنسبة بيمثل لي حاجات كتير جدا، وليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله على قد ما أقدر في المكان اللي أنا فيه، يعني زي ما كنت لاعب أكون على حسن ظنهم وأكون حاجة كويسة،
ودايما جمهور النادي الاهلي داعم للفرقه وداعم للكيان، ويعني مفيش كلام اقدر اقوله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، جمهور عظيم فعلا. يعني انا بعتبر نفسي جمهور النادي الاهلي، واحنا بنحبك فعلا يا كابتن جد. شكرا.